حفلنا اليوم يتميز بالأغاني الطربية المعروفة طبعا، في أغاني خاصة لألي بالإضافة للقدود الحلبية طبعا. أهم شيء أنه المسرح هو رسالة فنية، رسالة فنية للناس اللي تعبر عنها مدينة حلب الشهباء، مدينة فن والعراقة. تحية كبيرة 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 للجيش العربي السوري اللي بفضل جهوده وتضحياته وشهدائه نحن الآن على مسرح نقابة الفنانين نقدم أمسية من أجمل أمسيات الطرب والغناء. اليوم حلب عم تعيش الذكرى الثانية لانتصار الجيش العربي السوري وتحرير حلب من الإرهاب. الحقيقة هذه ذكرى عظيمة جدا. الحقيقة هذه الأنوار اللي عم تشوفوها هي نتيجة شهدائنا الأبرار، دم الشهداء من الجيش العربي السوري، لولاهم ما كنا هالاحتفالية.